بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا من فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإن فسبح باسم ربك العظيم. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدقت يا رب العالمين.